الكناشة هي أوراق كالسجل أو الدفتر، يقيد فيها صاحبها ما يرغب في تسجيله من الأحداث التي شاهدها وعاشها، إجازاته وأشعاره ومسجلاته الأدبية. ويذكر الأستاذ المنوني أن أقدم كناشة معروفة في المغرب، وهي للفقيه العالم المؤقت عبد الرحمن الجادري. وقد خلف أغلب علماء المغرب عبر العصور عدة كناشات، ككناشات أحمد زروق وعبد الواحد ونشريسي والفقيه المنجور، والكناشات الفاسية والسودية واليحمدية. وتوجد منها 40 كناشة لفحول العلماء بالخزانة الأحمدية بفاس والشرقاوية، هذا بالإضافة إلى كناش يشتمل على تقييد أوقاف الولي عبد الله بن حمد، وكناش إحصاء الكتب الذي بخزانة مقصورة القرويين، وكناش يشتمل على تقييد أوقاف زاوية سيدي علي منون، وكناش يشتمل على تقييد أوقاف مساجد مكناس، وكناش يشتمل على تقييد صوائر المسجد الأعظم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.